صحة لكم مشاهدينا، وهذا اللقاء الأسبوعي معكم على شاشة النيل وإفريقيا، نظرة على الشأن الإفريقي بكل ما يتعلق بملفات القارة السمراء الساخنة وأهم القضايا التي تشغل شعوبها. هذا الأسبوع نسلط الضوء على واحدة من الدول الإفريقية التي تعاني من تدني شديد في مستوى المعيشة الذي يؤثر على تغذية الأطفال ويؤثر على المدنيين بشكل عام، وهي الصومال. هذه الدولة التي تقع في منطقة القرن الإفريقي بشرق إفريقيا، ويحودها من الشمال الغربي جيبوتي وكينيا من الجنوب الغربي وخليج عدن من الشمال والمحيط الهندي من الشرق وإثيوبيا من الغرب. هذه الدولة التي كانت في وقت من الأوقات تملك أحد أهم مراكز التجارة العالمية بين دول العالم القديم، لكن سلسلة من التطورات السياسية أدت إلى تدني المستوى المعيشي وبالتالي أوضاع أمنية مضطربة ازداد عليها سوءا. الآن الإرهاب الذي تفشى في عدد من الدول الإفريقية. نسلط الضوء على الأوضاع أمنيا وسياسيا في الصومال هذا الأسبوع في إفريقيا، وبالتأكيد خير من يحدثنا عن هذه الأوضاع من الصوماليين أنفسهم، من يمثلون الإعلام من ناحية والسياسة من ناحية أخرى. معنا هذا الأسبوع في إفريقيا السيد أحمد عمر المحلل السياسي الصومالي. أهلا بك سيد أحمد عمر. معنا أيضا السيد عبد الحكيم جامع يوسف الإعلامي الصومالي. أهلا بك سيد عبد الحكيم. دعونا أولا نسلط الضوء في هذا التقرير على أبرز التطورات السياسية التي شهدتها الصومال مؤخرا، لا سيما بعد بزوغ حركة الشباب المتشددة وتفشي أعمالها الإرهابية. عملية إرهابية وجفاف وفقر تشهدها الأراضي الصومالية، فالأزمات تلاحق أي تقدم يتم إحرازه بالبلاد. ورغم محاولات قوات حزب السلام الإفريقية والقوات الصومالية في إخراج مقاتلي الشباب من معاقل رئيسية، إلا أن المتمردين ما زالوا يشنون هجمات وتفجيرات متكررة. في غضون ذلك أعلنت الأمم المتحدة أن موجات الجفاف إضافة إلى قلة المعونات ربما تودي بحياة الآلاف في شمال الصومال. الأمم المتحدة ناشدت المجتمع الدولي لجمع مساعدات للصومال، مشيرة إلى أن نحو 1.7 مليون شخص في حاجة إلى معونات طارئة. من ناحية أخرى كشفت الخارجية المصرية عن أنه تم وضع حجر الأساس لسفارة مصر الجديدة بالعاصمة الصومالية مقديشو خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا الوفد المصري إلى الصومال برئاسة السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية. وبسبب الأبعاد الاستراتيجية أكدت مصر أنها ستجعل ملف الأزمة وتدهور الأوضاع الأمنية في الصومال على رأس الاهتمامات المصرية في أجندتها من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي بعد أن فازت بعضويته ممثلا عن شمال القارة. فالمصالح المصرية تمس الأوضاع في الصومال سواء في البحر الأحمر فضلا عن تأمين حركة الملاحة من أجل على الأوضاع أمنيا واقتصاديا بالنظر لما يعاني الصوماليون من تدني متطلبات الحياة من مأكل وملبس ومعيشة بشكل عام. أعيد الترحيب بضيفي الكريمين في هذا الحوار، السيد أحمد عمر المحلل السياسي الصومالي والسيد عبد الحكيم جامع يوسف الإعلامي الصومالي. أهلا بكم مرة أخرى. وأبدأ معك سيد أحمد عمر، يعني اتهامات عدة تطال الغرب بأنها تسعى لتغذية الحركات والجماعات المسلحة في الدول الإفريقية حتى تمنعها من التطور، لأي مدى ينطبق ذلك على الصومال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحن سعداء جدا بأن نكون ضيوف معكم، وسعداء جدا. لو تفضلت بالإجابة عن هذا السؤال باستدعاءتها نقول إن دعم الحركات المسلحة وتغذيتها من قبل دول أخرى أو مجموعات أخرى أو منظمات معينة فهذا أمر لا شبهة فيه وهو أمر صحيح، وهذا غير مقتصر يعني بالدول الغربية، وإنما هناك دول عديدة من الدول الإفريقية وغير الإفريقية
تساعد هذه الجماعات لتحقيق أغراض معينة ولمصالحها ولممارسة الضغط على الدولة لتحقيق نفوذ معين. نعم. فبالتالي يعني الاتهامات ليست مقتصرة على الغربي، مع أن للغرب دور كبير في تغذية هذه الجماعات يعني من طرق شتى وبوسائل متعددة، من بينها أنه لا يريد استعادة الدولة واستعادتها، أن تستعيد الدولة هيبتها وأن تبني مجدها وأن تقوم بمهامها في فرض الأمن والهيبة على الناس وعلى المجتمع وعلى كافة الأصعدة في البلاد. تمام. طيب سيد عبد الحكيم، إلى أي مدى يعني نجحت القوات الصومالية على المستوى الأمني بمساعدة دول الجوار التي تضررت أيضا من هجمات حركة شباب المجاهدين الإرهابية، إلى أي مدى نجحت في التصدي لهذا الأمر أمنيا بدون الاعتماد على القوى الغربية، أم أنه الاعتماد على القوى الغربية كان عامل أساسي في تصدي لهذه الهجمات الإرهابية؟ بسم الله. أن القوات الصومالية بمساعدة البعثة الأممية الأميسوم استطاعوا أن يحرروا مناطق شاسعة من الصومال بما فيها عاصمة مقدشو، وتم إخراج جميع عناصر حركة المسلحة، حركة الشباب المسلحة بالعاصمة، وكذلك القوات الأميسوم وإيجاد تقدم الدعم اللازم للحكومة. نعم. وحماية وتأمين مؤسسات الحكومية في العاصمة وغيرها. لذلك نحن نعول كثيرا على دور الإقليمي ودور قوات حفظ السلام، وكذلك كمان هي بتساعد المتضررين من كافات المجاعة، وكذلك عن طريق المساعدات الإنسانية ويقدمون الدعم الفني والمالي وكثير من الدعم، وكذلك البقاء الحكومة واستمرارها مرتبط بوجود القوات حفظ السلام، لأن الجيش الوطني غائب إلى حد الآن، لأن الجيش الوطني لم يتم بناؤه لأسباب عدة يعرفها الصوماليون. لكن قوة يعني الاتحاد الإفريقي ساهمت على الأقل في تعويض هذا الضعف الذي يعاني منه الجيش الصومالي؟ التعويض، وهم في الميدان موجودون، هم قدموا أرواحهم ونفوسهم لتحرير الصومال من هذا الكارثة، من هذا العمل الجماعات الإرهابية التي تقوض الحكومة وتسعى لتدمير المؤسسات الحكومية، وهي لا تعرف الحدود ولا تعرف القيم والمبادئ. نعم. وإنما تقوم بتصفيات جسدية وإضرار المجتمع الصومالي، وتعدى الأمر إلى دول الجوار، وقاموا بعملياتهم الإرهابية في دولة كينيا، في أحد الجامعات، وقتلوا عدد كثير، وكمان في عاصمة كينيا قتلوا كثير من الناس، هذا مما أضر إلى سمعة الصوماليين في الخارج. طيب سيد أحمد عمر، إذا ما تحدثنا عن تضرر دول الجوار تحديدا، هو دفعها يعني إلى دعم الصومال على المستوى الأمني والمستوى العسكري في مواجهة حركة شباب المجاهدين، لكن الحركة يعني وإن قلت وتيرة هجماتها إلا أنها مستمرة حتى الآن، تفسيرك لذلك؟ الجماعات المسلحة الإرهابية المتواجدة في الصومال استفادت من انهيار الدولة، عندما انهارت الدولة أصبحت هي التي لها صوت عالي ومرتفع جدا وتأثير قوي داخل المجتمع الصومالي وخاصة في الجنوب، مما جعلها يعني ذات سلطة وثروة، والتغلب عليها لن يأتي بين ليلة وضحاها، كل ذلك بيأخذ بفترة سواء طالت أم قصرت. أما دول الجوار التي تضررت من عمليات الإرهابية فقدمت للصومال مساعدات، حتى فيما يتعلق من الناحية الأمنية وأخرى من الناحية استشارات وكذا الأمور من هذا النوع، فهي تقدم بما بوسعها بما تستطيع أن تقدمه للصومال، وهي لا تريد أن ترى جوارها يحترق وفيه نيران ملتهبة، كل ما تريد أن يبقى الصومال موحدا وقويا وذو شوكة يستطيع مواجهة الإرهابيين، لأن الإرهاب أصلا لا حدود له وهو ظاهرة عامة عابرة للقارات، طالت الجميع الآن. أيوه. تمام. طيب سيد عبد الحكيم، يعني إذا ما تحدثنا عن الأوضاع على المستوى الإنساني،
دوما الأمم المتحدة تنادي بزيادة المساعدات الإنسانية، لأنه يعني الوضع في الصومال بالذات مع التغيرات المناخية وفي هذا الموسم تحديدا يشهد موجة من الجفاف، بالإضافة إلى الأوضاع المتردية في الأساس. إلى أي مدى معاناة المدنيين تستطيع مساعدات الأمم المتحدة أن تقدم لها يعني معونة حقيقية؟ إن الأمم المتحدة بذلت جهود كثيرة في الوقت الماضي وفي المستقبل، قدمت كثير، إلا أنها في بعض الأشياء في قصور واتهامات، لأن المعونات بتقدم في فترة الحصاد الزراعة، يقدمون المحاصيل الزراعية، هذا ما يؤدي إلى قلق أو الإحباط لدى المزارعين البصداء الذين يزرعون الأرض، لأنهم لا يجدون منافذ للبيع. نعم. لأن الأمم المتحدة وبرنامج الإغاثة العالمية، برنامج الأغذية العالمية فو تقدم الغذاء وكذلك. وأيضا هناك المشاكل المرتبطة بالإنسان نفسه في الصومال، لأنه هناك تم قطع الأشجار والقابات وإزالة القابات كلها، مما أدى إلى الجفاف وقلة الأمطار التي كانت تسقط في الصومال، وكذلك المرتبطة بالظواهر الطبيعية، وكذلك الجفاف في المنابع شهر نهر شبيلة. كيف يمكن مساعدة الشعب الصومالي في رأيك؟ أنا أظن أن المساعدة تكمن في مساعدة الحكومة. الحكومة نفسها؟ الحكومة نفسها، وبناء دولة ومؤسساتها، وقيام مصالحة حقيقية في الصومال بين جميع مكونات الشعب الصومالي. لأن هناك ما زال هناك انقسام داخلي وصراع على السلطة. ولم نحقق إلى حتى الآن برنامج أو نموذج للانتخابات التشريعية في الصومال. وتقاسم السلطة حتى الآن على أساس حصص قبلي، وهذا أمر تعاني منه العديد من الدول الإفريقية، وهو سبب أزمتها، يعني الإثنيات يعني فكرة القبائلية هي المسيطرة وليست السياسة التي تتيح للجميع العيش في وتحقيق الأمن للمواطن. لكن هذا من بقاء، هذا يخدم مصلحة حركة الشباب، لأنهم يدعون هذا كثيرا، بيقولوا أن تقاسم 4.5 أو 4.7 يعني يؤدي إلى تنافر المجتمع وإدخال الضغينة، لأن في كثير من المجتمع يشعر التهميش، لأن القبائل تهمش قبائل أخرى. أربع قبائل بتقول إحنا يأتي منا الرئيس والوزراء والمناصب العليا، هذا هو يعني المقصود من تهميش المجتمع. لذلك حركة بتستغل الفئات من الشعب لتبرر تصرفات الحكومة. نعم. ولأن حاليا في نموذج كنا حكومة كانت عاوز تغير النموذج القبلي، لكننا فشلنا ذريعا، والآن بدأنا رجعنا نظام القبلي نفسه لغاية 2020، وهذا إحباط كبير وشعور بالإحباط للشعب الصومالي. لكن الوضع سياسيا الآن سيد أحمد في الصومال مقارنة بالسابق، ربما ينظر البعض إلى أن هناك تطورات حدثت، يعني وحتى مع الانتقادات المتواجدة لعدم وجود حياة تشريعية سليمة أو الاعتماد على القبلية في اختيار المسؤولين الرسميين، لكن مقارنة بالسنوات السابقة هل نعد أن الوضع السياسي في الصومال شاهد على الأقل تحسنا نسبيا؟ هذا طبعا صحيح، هناك تقدم وهناك مناطق كبيرة مستقرة وفيها حياة راقية وجميلة وفيه كافة متطلبات الحياة، وهذه المناطق هي المناطق الشرقية والمناطق الشمالية، في مثلا فيها مناطق تسمى مناطق أرض الصومال أو صوماليلاند، وهناك مناطق شرقية اسمها مناطق اسمها بونتلاند أو أرض العطور. هذه الأقاليم هي أقاليم مستقرة يعني لا نشهد فيها الصورة المعتادة في وسائل الإعلام عن الأوضاع الإنسانية المتردية. أيوه يعني مستقرة. في أسماء مدن ممكن يعني تفهم، يعني في أسماء مثلا يعني في الشمال في هرقيسة، في بربرة، في برعة، وهذه كلها في الشمال. أما في الشرق في مدينة بوصاص وهي مدينة ساحلية وهي عاصمة الاقتصاد للإقليم،
وفي مدينة اسمها مدينة